جبل سمامة حاضر على شاطئ المتوسط في برج الحمامات بالعمل الفرجوي الملحمي وقت جبل تغني يعني. ورغم ذلك الجبال التونسية تغني سمامة والشعام بيوم غيلة وورغة وكل هذه القمم التي ستبقى أبدا خضراء رغم الداء والأعداء. وقت جبل تغني عرض فرجوي تم إنتاجه في إطار مشروع ثقافي متكامل في جبل سمامة، أبطاله رعاة حقيقيون يصعدون الركح لأول مرة ولم يلتحقوا بطبيعة الحال بالمعاهد العليا للموسيقى وللفنون الركحية، لكنهم يحترفون حب هذا الوطن يعني ديدانهم هاجسهم الأول وحب هذه الهضبة رغم الفقر والجفاف والنسيان، وينضاف إلى ذلك الإرهاب والخوف والألغام والانفجارات، فهم متشبثون غريزيا بقمم تونس الخضراء. هذا ما يحكيه هذا العرض الذي فيه نص ملتزم يعني كتبته لهذا الغرض، يعني يروي الملحمة الجبلية التونسية في السنوات الخمس الفارطة، وفيه نص تراثي يعني صنرخ التنبارك والجمعي ولمجد والكامل وصريحة ومحمد وكريم كلهم يعني سيقدمون تراثا جبليا من صميم شعاب القصرين. معنا مالية التي ستغني إحدى المقطوعات وهي الناجية الوحيدة من انفجار لغم استشهدت بعد انفجاره خيرة وشريفة ربي يرحمهم، الناجية الوحيدة مالية فقدت عينا من عينيها. معنا هذا المساء كي تغنينا مالية ملكة الإكليل، يعني تحية إلى مالية وإلى الشهيدتين خيرة وشريفة وإلى موسم جني الإكليل الذي أصبح دمويا وللأسف يعني عرس الإكليل الأخضر الآن أصبح ترتبط به أكثر من يعني من وجيعة، ترتبط به أكثر من تراجيديا في جبل سمامة. يعني هذا العرض ليس بتراث نكرره وإنما نص جديد نكتبه. حكايتي كنت نخدم بقيت بريود حسيت بطلت الخدمة من تونس، روحت للبلاد بقيت عام بلا خدمة، نلقى جماعة يجمعوا في الكليل حبيت نجمع الكليل، مشيت نجمع في الكليل يا خي تضرب تفجر على اللغمة دي صاحبتي بيتو وين هاني الحمد لله. الغنية هذه على خاطر لاكسيدو خرجت بنت لاكسيدو هذه شنو صار وشنو انت كلها دمار هي ميش هذيك نعبر بيها على خاطر بصراحة على خاطر الضربة اللي تضربتها ميش بالسيل حق وشي اللي تعدى عليا ما هوش سيئ. اي فرحانة على خاطرني ما كنتش نجم نتكلم، ما كنتش بعد الاكسيدو ما كنتش نمشي، ما كنتش نرى، ما كنتش التوينسة الكل والتونس بالأخص الدولة متاعتنا بالأخص كلهم يلزمكم تعطوا حق المضروبين حق الشهداء. الجبل صدمة واحترمنا جبت حكمنا رجلنا فوق وبنا علينا فوق وطرنا ورجعنا مانيش نصوت ليكم باش نصوت للضربان. هيا